اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، وخليها سمك. يوم الاربع من كل اسبوع اتعودنا من اول ما بدانا مع بعض اكله امي بنعملها سمك، ويوم الجمعه بتتعاد بعد الصلاه مباشره بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على القناه الاولى والفضائيه المصريه. طبعا من خلال السوشيال ميديا بنحس طلبات حضراتكم وبنلبيها مباشره. النهارده هتعمل لنا ايه سمك يا شيف؟ معايا النهارده السمك البلطي من خير مزارعنا، بنصدره للدنيا كلها من الارض الطيبه. البلطي بتاعنا بتحس ان فيه عسل كده، طعمه زي العسل، فانا عايز ادلعه النهارده واعمله بالدمعه من قلب الريف المصري والصعيد المصري. الدمعه لها اصولها ولها تقاليدها ولها التركايه بتاعت الريف المصري. تاخد معلقه زيت مع توم مع معجون طماطم وحب كتير، والسمك يعوم فيها بعد كده، بس نعومه مقلي ولا ني في ني؟ التفاصيل دي هنشوفها في الحلقه ان شاء الله. معانا جندفل النهارده هنعمله مع المكرونه بالكريمه. جندفلي ليه مشاكل كتيره مع الشوربه. الجندفليه لما بتشرب رمله او الصدفه، لان طبعا الجندفلي ده من القشريات زي الكابوريا زي الجمبري، بيتعرض للرمله بتاعه البحر، فالرمله دي لما بتشارك في طبق الشوربه بتقل مزاجنا وما بنعرفش العيب فين. فنعالج المشاكل دي وازاي نعمل مكرونه بالجندفلي. معانا جمبري النهارده واخواننا في الاسماعيليه وفي دمياط والناس اللي انا بحبهم، هنعمل لهم النهارده الملوخيه بالجمبري، وانتوا اشطر مني في عمايلها، انتوا اللي علمتوها لنا. اخواننا في الاسماعيليه صناع الرجاله والدميطه واسكندريه، ملوخيه بالجمبري مشهوره عندهم. هنعملها النهارده مع بعض ونشوف ايه التركايه بتاعت المغازي اللي تخلي طعم الملوخيه بطعم الجمبري وطعم الجمبري بطعم الملوخيه. هنفك اللغز ده ان شاء الله مع بعض من خلال الحلقه. ولكن الاكل الحلو ده واللمه الحلوه دي ايه نتوجها بايه؟ نتوجها بمشروب لطيف حلو اسمها الليموناتا او الليمونادا بالسكر وبالنعناع. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. دي ما بتنضربش في الخلاط، بنعص الليمون نقطع عليه نعناع نحط عليه مكعبات تلج ونقدمها على السفره بتاعتنا. نشوف مقادير الملوخيه بالجمبري. نعم المقادير تمام؟ الله عليك. طيب تمام زي الفل. تعالوا نعمل الملوخيه مع بعض سريعا. طاس على النار، حلو، بنحط في الطاسه دي شويه زيت صغيرين، زبده او زيت حسب الرغبه للملوخيه. ولكن انا للامانه بحمر التومه الاول كده في شويه زيت، بعدين بنزل بمكعب زبده عليها عشان تاخد طعم كده بالشكل ده كده، وانزل بالميه اللي بتغلى على النار. العب زلزال بيتكلم مصر. عندي الملوخيه بتاعتي اسقطها كده واسيبها اقلبها بالراحه بمعلقه كده، اكون مجهز الطشه بتاعتي اللي هي معاها الجمبري. خلي بالك الجمبري هنا هيتعامل مع الطشه، مدرستي بتقول كده، انت ممكن ليكي طريقه تانية اهلا وسهلا. خلي بالك دايما اقول المطبخ له دستور وله قاعده، دي ابتكار فن حب سميه زي ما تسميه. ولكن انا الملوخيه افكها بالميه المغليه اللي واخده فليفر وطعم، او شوربه سمك او شوربه جمبري زي ما انت عايزه. فكيتها بالشكل ده كده اهو، ما سيبهاش تغلي كتير على النار، انقلها كده اوبا، واتعامل مع الجمبري. الجمبري الطبيعي بحط له معلقه زيت صغيره. الجمبري بتاعنا هو زي الفل، جمبري لحم ينزل كده الله جمبري. حط الكميه اللي انت حباها حسب عدد افراد الاسره زي الفل. جمبري قشرك بيه قشريه وشيلي ظهره وعرق الرمله وحطيه زي ما انت عايزه. معانا جمبري كتير، خلي بالك وتجيب الجمبري الصغير الحلو ده، الاطفال بيحبوه على فكره. نقلب الجمبري مع الخلطه الحلوه دي كده، والملوخيه جاهزه عندي. البهارات بتاعتنا شويه ملح شويه فلفل شويه كزبره، بلاش الكمون عشان طعم الملوخيه ما يهربش مننا الله. بدا الجمبري ياخد اللون البرونزي بتاعه طبيعي. بهاراتنا هنا زي ما قلت لحضراتكم،
شوية بابريكا، شوية فلفل، وشوية ملح، والكزبرة الناشفة بتاعتنا. اهو تمام زي الفل. خلي بالك انت حاطه ملح على الجمبري، اوعي تنسي وتحطي ملح على الملوخيه، ملوخيه بريئه. اهو نقلب الخلطه دي كده ونسيب ده على النار لغايه لما كل حاجه تستوي مع بعضيها. يعني الملوخيه جاهزه في انتظار الجمبري على النار كده والاتنين مع بعض. طبعا انا سايب الجمبري يعيش لان لازم ياخد دلوقتي طشه الايه الملوخيه. خلي الليمونات هنا حلوه مكانها، اللهم صل على النبي. اه حلوه. نرجع نشوف الملوخيه اخبارها ايه. خلاص خلصت الملوخيه معايا. ننزل بالجمبري بالملوخيه على الجمبري. اهو شفت الحركه دي، التقليبه دي كده. نرجع تاني كده. خلص الملوخيه بالجمبري يا عم الشيف. اه طريقتي، البعض بيحمر تومه ويحطها على الوش، انا عامل التومه مع الكزبره. اهو شايفين القوام، هنشوفه دلوقتي عشان ما حدش يقول لك هي قطعت. يلا ارفع لنا الملوخيه يا عم الشيف، ورينا شطارتك على النار دي كده. مهم جدا وانت بتعملي الملوخيه تكوني مجهزه كل حاجه جنبك، خلي بالك ده مطلوب. اه يلا. هذه الملوخيه مليانه جمبري. فيها طعم الجمبري، طعم التومه، طعم الكزبره. دي طريقتي، جربيها وشوفي قولي رايك فيها. حبه تومه على الوش، هاتي تومه حمريها مع كزبره وحطها على الوش. بس في الاخر هتوصلك نفس الطعم. قطعت؟ لا. فرطت؟ لا. بس امتى تفرط وامتى تقطع يا عم الشيف؟ الطبيعي لو غطيتيها. يبقى السؤال اللي دايما بنساله للساده المشاهدين، علشان الملوخيه ما تقطعش منك، تغطيها ولا ما تغطاش؟ الطبيعي ان احنا ما نغطاش. ادي الملوخيه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. الملوخيه تروي العطشان، كلها جمبري. شفت حضراتكم؟ اه بس زي الفل تمام. معايا شويه جمبري صعبانين عليا، بحطهم على الوش. مطبخنا النهارده سمك، وخليها سمك النهارده، ولكن بمدرسه المغازي بتقول البساطه والسهوله والمرونه هو ده هدفنا. خش المطبخ تصلي على الحبيب. عملنا البولتي من خير مزارعنا بالدمعه، مدرسه الدمعه، معجون الطماطم خد الزعتر البري والتوابل مع التومه. عملنا كمان طبق مكرونه للاطفال الحلوين بالجندفلي والكريمه. عملنا ملوخيه بالجمبري. بنوجه تحيه كبيره لكل اهل الاسماعيليه وبورسعيد ودمياط واسكندريه وطنطا وكفر الشيخ وكل محافظات مصر عشان ما حدش يزعل مننا، ولكن السواحليه هم اشطر حد في عمايل ملوخيه بالجمبري، وكمان كفته الجمبري بالرز. رؤيا فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.